رح نحتاج خبز تورتيا و500 جرام لحمة مفرومة وواحد بصل مفروم ومعلقة ثوم مهروس وثلاث معالق كبيرة صلصة بندورة وكوب جبنة شدر ومعلقة صغيرة ملح وفلفل أسود والباقي أنا الصراحة ما لحقته. طب هلا نسيت برجع إن حكينا المقادير أنا، هلا بنرجع بنذكرهم بالمقادير لما نبلش. هلا أنا حطيت لحمة معصجة العادي اللي بنعملها، البصل ليدبل وحطيت الثوم وحطيت فوقيه لحمة مفرومة، أنا بحب أستخدم بين لحمة خروف ولحمة عجل عشان تطلع اللحمة مش مدهنة كتير بهاي الوصفات بالذات. بس انه تستوي اللحمه راح استخدم صلصه بندوره، وانا قلت لكم بستخدم هاي الصلصه من سيلكت لانها عباره عن 99% عباره عن بندوره، فبتحسوش طعمها بيخليها تتغير تماما للوصفه اللي انتم عاملينها. بالضبط هيك راح احط على جنب، بدي ارش تقريبا رش احط معلقه ملح عادي رش ملح لا ما هي معلقه بتفرق عن رشه صح طبعا اكيد. بهارات مشكله، بهارات مكسيكيه، انا هون بستخدم بهارات المكسيكيه. قلت لكم بهارات المكسيكيه اللي ما عنده اياها هي بفوت فيها الكزبره كثير والكمون. دفوا على البهارات المشكله واستخدموها. هلا انا مستخدمه خبز التورتيه، هذا برمضان ان شاء الله واحده من الوصفات رح اعمل لكم اياها بالبيت، وصفه كثير فكرته بسيطه، بس اليوم حبيت اقول لكم اعملوا اشياء بسيطه ما تعجقوا الدنيا. هدول حقهم تقريبا دينارين وربع. تمام، يعني انا بحاول ما اطلع كثير بالسعر عشان نضل ضمن المحدود. راح اجيب قد ايش حلو هذا كسحور بجنن. اسمعي وبتعرفي السحور ايش فكرته؟ زاد عندهم لحمه يرجعوا يستغلوها بشيء ثاني، زاد عندهم دجاج يعملوها بنفس الطريقه بس يحطوا خبز التورتيه ويشوهم. راح احط جبنه شيدر، طبعا هي اختياري بس انا بحب اضيفها دائما بالاكل المكسيكي، وبدي الفها على شكل رول بهاي الطريقه. شوفوا ما احلاها. وين بدي اروح فيها؟ على الصينيه. بتعرفي كان عندي سؤال، لو ضفنا خضره يعني بندوره بندوره بصل اللي بدك اياه، بصل خس مثلا اللي بدك اياه ولا لا؟ بزبط طبعا. اسمعوا بالمكسيكي كثير بيدخلوا الكزبره الخضراء، بيدخلوا الفلفل الرومي كثير، يعني بيعملوه كثير بالوصفات، فهن ايش عندهم افكار يعملوا. هلا انا بس اخلص كل لف الرولات، هذا تقريبا بالفرن ما بياخذ يا دوب 5 دقائق، يبلش ياخذ شوي حمار الوجه بس هيك يعني، وتدوب الجبنه اللي جواته، فما تعطوه كثير وقت بالفرن لانه كل شيء مستوي والخبز مستوي فمش بحاجه ما بياخذ. حابه اقرا لك تعليقات؟ يلا قولي. اوكي، عندنا ام هاشم تحكي يسعد صباحكم، منورين، انت روعه شيف امتياز، انا بطبق وصفاتك وسلامتك حنين، وان شاء الله اربح معاكم دائما بشارك، ان شاء الله تكوني من الرابحين ام هشام والله يسلمك يا رب. وعندنا كمان امل ابراهيم، مرحبا، دائما بتابعكم مع بنتي من نجاح اكبر عمان تي في وبهار ونار، وتحيه للشيف كثير مهضومه. ما قلتها حبيبتي. طيب انا خلصت هلا بس راح ادهنهم بالبيض وارش سمسم واحطهم بالفرن يتحمر، بجوز بيكونوا جاهزين بعد الفاصل.